مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقه واحده اخرى من برنامجكم قصه الناس اللي كتابعوه على قناتكم ميديا ان تي في. كنرحب اليوم بالسيدات اللي حاضرين معايا داخل البلاطو اللي جاو باش يعاودوا لنا القصه والتجربه اللي عاشوها مع رجالهم في علاقتهم الزوجيه. كنرحب ايضا بالحضور الكريم اللي معايا داخل البلاطو وبالكورش الاستاذه كريمه حساني اللي غترافقني في هذه الحلقه من قصه الناس. سمح في مراتو على ودي، موضوعنا اليوم في قصه الناس. فاتحة سمح في مراته على ودها حيت ما نفهمش معها. ميمونة رجلها سمح في الأولى وبقى سنوات كيقلب على المرأة اللي تعيش معاه. خديجة ما كانش عارفة باللي الرجل مجوج وعنده الأولاد وسامح فيهم. مرحبا بك خديجة، ميمونة وفاتحة، تنشكركم على الحضور ديالكم اليوم في قصة الناس. نبدأ معك القصة انت الأولى فاتحة، عاودي لي على الرجل اللي تزوجتي به وكيفاش تزوجتي براجل سمح في الاولى وجيتي انت الثانيه. عاودي لي هذه القصه. كان شافني وتبعني وجل دارنا. ايه يوم اللي سولنا وداك الشيء اللي سربتي، يوم اللي شافني تبعني جل دارنا في نهار واحد. هذا الشيء وقع؟ لا ماشي في نهار واحد. لا عاودي لي، عاودي لي مثلا شحال المده وشحال ديال ما بقاش شي عام هو مراقبني تيتبعني قال لي نهضر معاك. تنقول ليه لا سابقا هكاك هكاك. حطيت واحد النهار قال لي شوف انا ناوي المعقول. ايه جا لدارنا جا رفضتي معاه وقال لك انا ناوي المعقول. قال لي وريني خو، قال لي وريني خوك. وريته خويا. بس ما سولتي واش مجوج واش مطلق واش ما يتاليه المراه واش عزري واش حتى حاجه. لا لا علاش؟ لا حسب هو قال لك انا ما مجوج ما والو. قال لك انا ما مجوج. قال لك ما مجوج. هي هذيك جاو تعرف على خويا جا لدارنا. إيه؟ جاب عائلته جا لدارنا. بقينا واحد المده شحال خداني درنا العرس وداك الشيء. درتوا واحد المده الخطبه بيناتكم؟ شحال؟ شي ست شهور كلك مع سبع شهور. ست شهور سبع شهور مزيانه. ست شهور سبع شهور راه كافيه باش الواحد حيت في الاول كان غادي يتبعك كما قلتي وتيراقبك. وما كاين لا هضره بيناتكم ولا علاقه بيناتكم، ولكن في الخطبه غتلاقى وتهضروا وتكلموا. تلاقينا وهضرنا. عرفتي عليه شي حويجات؟ عرف عليك شي حويجات؟ انا ما عرفتش عليه والو. المهم انا خدام داك الشيء قال لك انا ما مجوش. ايوا هي هذيك بقينا درنا العرس. هي هذيك رحس وداك الشيء. درتوا الكاغيط؟ درنا صداق وداك الشيء. وفي الكاغيط كيجيبوا الوراق. في الكاغيط كيجيبوا الوراق. تتعرفي واش مجوج ولا مطلق ولا ميتاليه المراه؟ ما كاينش داك الشيء. ما عازب. عازب هي إيه؟ هذيك فاش خداني انايا. انت ما عرفاش مجوج؟ انا لا مجوج. إيه؟ صافي خداني وتحملت معاه عاد جات المراه. جات مرتو. وصدقت انا حامله معاه. كيفاش كيفاش انت مجوجه براجل وحامله معاه؟ لا تا درنا العرس وكل شيء. اي درتو تزوجتو درتو يا تتولدوا يعني غاده في حياتك الزوجيه معاه. عاد بانت لكم مراه واحده اخرى. عاد بانت المراه. على فين كانت هذيك المراه ملي كان راجلها كيتزوج وكيتباع وتيخطب وكيتناسب؟ فين كانت؟ كانت تسافر. تيصيفطها تسافر تيقول لها سيري انا عندي خدمه هنا عندي خدمه هنا عندي خدمه هنا. هو كيصيفطها؟ هو تيصيفطها. هي تتيق بيه تتمشي. صافي هي ديك واحد النهار نحمد جا وقالوا لها الناس قالوا لها راه راجلك مجوج. كان في ديك الدار خوى ديك الدار. قلت لي علاش خبيتي هاد الدار؟ قال لك لا صافي انا بغيت هاد الدار نتحول منها. انت ما عرفتيش علاش؟ لا ما عرفتش علاش. عرفتي هذيك تيصيفطها من البلاد وانت غادي يخويك من دار لدار. ايوا هي هذيك. صافي مني جات عرفوها الناس بقات تسول سبحان جات عدي قالت لي راني مجوج راني مراته وداك الشيء. قلت لها اختي انا ما عرفتش هو ملي تنسولو قال لك مجوج. مصدق مجوج. المهم هي هذيك تعرفنا وداك الشيء وقلت ليها انا ردها. واخا هذا قال لك ردها قال لك انا ما عنديش ما قادش جوج عيالات. لا واش يردها واش هو مطلقها؟ لا ما مطلقهاش. لا هي في الذمه ديالو. راه مراته. مراته هي مراته. اذا ما عنده ما يرد. راه كاينه هي. لا هي ما عايشاش معاه. ولكن مراته. مراته راه قلت لها انا قلت لها ولادو. كانت والده مع ديك الساعه البنت ولا سولد؟ اسمع بنت سولد. بنت سولد. بنت سولد. وقلت لي راه مراتك هذوك ولادك محسوبين على. قال لك لا انا ما نفهمش معاه ما عنديش معاه. علاش ما نفهميش؟ ما عرفتش. هو السؤال دابا. ما فهمتش. حيت خصك تعرفي راجلك بعدا اولا علاش خبى عليك هذه الكذبه. هذه راه كذبه كبيره. كذبه كبيره بصح. هذا راه حبس هذا. الراجل مجوج بمراه وحده اخرى وما صير. جاب الله وقال هذا الزواج قديم عندكم. هذا الزواج قديم. ماشي عاد. لا دابا راه شي ولدي راه عنده شي 24. اما كون كان دابا راه باش يجيب راجل مجوج الشهاده ديال العزوبه راه الحبس هو واللي عطاها ليه سلسله عباد الله يمشوا فيها. بصح جاب الله هادشي كان باقي فيا من الغفله. ديك الساعه كان في 80 80 جاب الله هادشي كان داز. وهي هادي قلت ليه ردها.
ما بغاش. علاش بغيتي يردها انت هي؟ وعلاه ديك الولاد اختي وهو ما حنش فيهم؟ علاش انت حنيتي فيهم؟ ايوا انا ولدت حسيت حسيت حيت هو اللي كذاب. انا حسيت هو اللي كذب عليكم. انا قداش انا باه ولدي عيش وقنت خور باه ما كاينش معاه. ما انا كيما غتحسي غنحس انا حنا عيالات. إيه؟ حسيت يو تنقع معاه ردا ما بغاش بقاس معاه بقاس واخا مسكينه هكا قالت لك انا ما نطلقش. المهم هكا كنبقى مجوجه ما نطلقش. كانت يصرف عليها ولا لا؟ لا ما كانش يصرف عليها. ما كانش يصرف عليها. كان تيمشي مره مره يفاق الولاد ودار وداك الشيء. لا والو والو ما عندوش وداك الشيء والو. سامح في كل شيء. سامح في كل شيء. يعني عندهم شي مشكل كبير بيناتهم. اختي الله اعلم. عمر كما سولتي راجلك ماله؟ واش نسولو تيقول لك داك الشيء بعيد انا داك الشيء بعيده منه انت ماشي شغلك مني لهم. وانت فعلا كتحسي براسك بعيده على داك الموضوع ولا داك الولاد انت في صلب الموضوع؟ واخا تنحس بيه تنشوف داك الولاد تيبقاو فيا. ايوا وصافي حيت كما دار ليها هي دار لك انت. انا قلت لها واحد النهار يزيد ويخليك ويقول لك داكشي اللي قلت ويقول واحد الثالثه حتى هي راه ما مجوش وعاوتاني غتحمل حتى هي وغادي انت تقلبي عليه شي حومه وغتلقاه وغتعاودوا نفس الفيلم. بصح هو هو راه اللي درتي يا ودي تتودي تتودي. بصح وانا واخا هكاك عييت فيه قلت لي ردها وهادي وهادي قالت لا انا ما صافي صافي صافي. انا قال لك في طبعي هكا طبعو شنو هو؟ طبعو ولا بغى يقصد شي حاجه تيديرها وصافي. طبعو اللي عجباتو يتبعها يراقبها يخطبها ويديها وعاوتاني يلوحها. شكرا لك فتيحه. مازال نكملوا القصه ديالك ندوز عندك ميمونه. حتى انت نفس التجربه تتعيشي بحالك بحال فتيحه. راجلك سمح في الاولى على ودك انت كيفاش هاد القضيه؟ هو طلقها 7 سنين عاد تزوج بيا انا. طلقها واخا مطلقها. علاش مالهم؟ عندهم مشكل. عنده 7 البنات. 7 البنات تبارك الله. وربعه الذكوره. 7 و4 ذكوره. بارك الله. 11 خلق. ما طلقاش وخرجت. طلقها وخلاها في الدار كيصرف عليا وكل شيء. وعلاش طلقوا؟ عندها المشاكل معاه. زعما اللي ما نفهمش ما يتفهمش في الولده الاولى في الثانيه العام الثالث في الرابع راه كل ولد بعام ب9 شهور تبارك الله 11 وعاد ما تفهموش. واخا طلقوا بقاو في المشكل. واو وشنو هو المشكل؟ ايوا هي كتجر من جهه هو كيجر من جهه. ما فاهمينش. ما فاهمينش. وكانوا غير تيولدوا فاهمين على الولاده. بصح شي حاجه اخرى ما فاهمينش عليها. وانت قبلتي تاخذي راجل عنده مشكل مع مراته مع 11 ولد 11 خلق زعما راه بنات ولاد. لا حيت ما مشيتش للدار ديالها هي. الدار ديالي بوحديتي. ولكن كنتي عارفه عندي. عارفه كل شيء. عارفه كل شيء. اشنو عاود لك نهار الاول نهار بغى يتزوج بك شنو قال لك؟ قال لي عندي 11 الولاد. اها. عندي المشكل مع المراه مطلقه. وانت انا نسكنك بوحديتك. وقبلتي؟ قبلت. زعما كان ممكن تجوجي بواحد ديال راسه. ما عنده لا ولد لا جوج لا 7 لا 11 لا 11. هذاك اللي جا هذاك اللي جا. حتى انت غتزيدي واحد 11 ولد توليو فرقه انتم كاملين. لا انا احبط لي لا ما ولدتش. ما ولدتيش؟ تبارك الله. وراه عنده 11 فين غادي يزيد؟ ما ولدتش. لا زعما بغيت نسولك زعما ميمونه زعما شنو الحاجه اللي تخلي المراه تقبل على راجل في صراع مع مراته و11 ولد يعني عمر كيما تهناي ديما المشكل الاول البنت. العكس. لا ما كاينش مشاكل. ما عنديش حتى شي مشكل كاع. لا والله ما عنديش مشكل. ما يمكنش دبر راسو مع ولادو. ولكن هو مي غيمشي عند المراه والضارب ويدا قهوه وياها مع 11 ولد كيجي عندك انت؟ المراه مطلقه ما عندوش الحق عاد يمشي عندها. المصروف كيصرف على ولادو. ولكن باقي المشاكل بيناتكم. المشاكل زادوا. نهار ساقوا ساقت الخبار بلي الراجل ساقوا الخبار زادوا. مالا زغرتات ليه فرحات ليه؟ لا ما بغاش ما بغات ليكمش. ايوا اشنو دارت نهار ساقت لي الخبار تجوج؟ اش غادير بقات كتهضر وصافي زعما تتنقر فيها الحال. بقات تتنقر ما يبقى فيها الحال. كتصيفط لي الهضره هي كانت طامعه يردوا 11 ولد زعما قالت بلا تردوا. ما رجعتوش. ما رجعتش. دابا ماتت في دار الحق حنا. ماتت مسكينه. اي والله يرحمها ويوسع عليها. تنجبدوها مسكينه في هذا النهار. الله يغفر ليها وانا والمسلمين اجمعين. ولكن اكيد عشتي بزاف تاع المشاكل مع راجل اللي سامح في ولادو. انت ما جاتكش الفكره عافاك ميمونه باللي الراجل اللي سمح في 11 ولد ممكن يسمح فيك انت؟ لا ما جانيش الخوف من هذا الشيء كاع. ما جاكش الخوف؟ حيت ماشي طلقها وجا تزوج بيا. بقى مده هو كيسول انا كنسول زعما بقى 7 سنين. كيسول وانت تتسولي؟ هو خصو شي مرة زعما باش يرتاح وانا عاود كنقلب على الراجل. انت كتقلبي هو تيقلب تتلاقيتو. ايه ادم وحواء تلاقاو. عاد نقول له عندك. ولكن هو كان تيقلب على مرا حيت عنده مرا مطلقه وعنده 11 ولد يعني مرا تقبل على هاد الشروط ديالو. لا ما تمشيش للدار. انت علاه ما كنتي كتقلبي؟
كنقلب على الراجل ما عنده لا مشاكل لا والو. لا كنقلب على الراجل عنده ما عندوش مشاكل. وهو جبتيه كله مشاكل. ايوا هو ملي جا عاود لي الصراحه انا قبلت. هو قال لي عندي 11 وهذه زعما تسكني بوحديتك واخا. انت يعجبك الحال انك خديتي راجل عنده 11 ولد؟ ما عجبنيش الحال بحق هو اللي عطى الله هو هذا. انا حيدو ولادو. هو واجي عندي اختاري وراجع عندك هذا كان يجيب الله واحد اخر ويجيب الله واحد اخر. انت ما قلبتيش واحد العيب ديالو كاين اللي كيجي واخا عزري واخا ما عندوش امكانيات وكيسكر ولا شي حد دارو. لا اللي ما عندوش شي حد يعطي الله كل واحد والعيب ديالو. باقي هذا الراجل بالحياه؟ باقي باقي بالحياه. باقي مجوجين؟ باقي مجوجين الحمد لله. ما ولدتوش؟ لا ربيت واحد العائله. ما تتولديش؟ كنت حامله و خسر من تما ما جابش الله. من تما ما جابش. نعم واخا ميمونه مازال نكمل معك القصه. شكرا لك على هادشي اللي عاودتي لنا. خديجه انت ماشي بحالهم، انت ما كنتي سايقه خبار، انت ما عارفه والو. عاودي لي القضيه ديال زعما مراه تكون ما عارفاش راجلها اللي مجوجه به ومشاركه معاه الحلوه والحاره والطعام والفراش وكلشي وما عارفاش الراجل راه مجوج. ما كانش عايش معايا زعما. كان عايش فرنسا. ايه ولكن تتلاقاو. لا وكيجي كيجي 3 شهور وداكشي وما كيعاودليش قص حياته. يعني اللي مدوز ليه فرنسا انا ما كنشوفش ما كنعرفش شنو كنت شنو عنده ليه. انا معاه في المغرب. ايه هو في فرنسا. شوش فرنسا وانا ما عارفاش. زعما 3 شهور تيدوز معاك الراجل ما كيقوليش ما كافياش انك تحسي بهذاك الراجل؟ ما كيقولش ما كيهضرش. لا من غير الولاد يعني كيدوز معايا الايام ديالو مزوينه، ما عمرو قهرني، ما عمرو قال لي شي كلمه خايبه، ما عمرو ما سمعت ما عنده شي حاجه خايبه. كيبين لي الحاجه مزيانه. هو ملي كيمشي ليه الله اعلم. ولكن عارفة. ولكن دارو فيها حوايج وفيها اوراق وفيها حياته كلها. دارو انا اكتشفت انا حتى المده اكتشفت بلي راه عنده. يعني غتلقاي واحد الوريقه، تلقاي واحد الصويره، تلقاي عند الولاد. لا ما جابش هو داك الشيء، ما عمرو كيجيب هو الدليل. الدليل دائما كيخليه بعيد. حيت راه حتى دوز معايا اخطر جرائم في العالم وكيتلقى لها الدليل. لا لا حتى جريمه قتل وتتلقى لها الدليل. وحتى ولد معايا البنت والولد والبنت عاد انا اكتشفت بلي هذا الراجل مجوج. كيفاش درتي ليها؟ انا عندي اول مره غيعطيني ذاك الوراق ديالو، حيت الوراق والباسبور وداك الشيء باش كيخرج برا كيخليهم عند واحد اختو. ولكن واحد المده منين خلى ليا الشكاره ديالو ديال ملي كيجي من برا. وعلاش خلاها لك؟ ما نعرف يمكن نسى ويمكن يعني راه حيت شو قلت لك قبيله اخطر جرائم في العالم وتيطيح عليها الدليل شي ديالو. حيت انا غاده مع بنيتي وغاده معاه صريحه بنيتك غلبات واللي كيمشي لدارنا كيشوف كل شيء اللي كاين كنحطوه في الطبله. هو يمكن كذب عليا ولكن واحد النهار اكتشف صافي. واحد النهار داك الشيء اشنو وقع؟ جاب لي داك الشكاره عطاها لي. هو ما عرفش بالله العقد ديال الزواج ديال المره الاولى عنده في مع الوراق. دابا راه غيتخلف داك الشيء بقوه ما بغى يخبي سميتو خبا فرش القضيه. منين طلعت انا الوراق لقيت هذاك الكعيب ديال المراه قريته منين قريته لقيت ماشي السميه ديالي، ماشي هو نيت كاين، سميتو كاينه والادريسه ديالو كاين، كلشي كاين، ولكن انا سميتي ماشي انا، فلانه اخرى. اكتشفت انا شي انا صدمتي ولا مرت وتصدمت بكيتي ولا شو عليك؟ لا مرت وتصدمت وما بقيتش كنهضر معاه. وجا فيسو وجا ملي شافني بقيت انا مغيره وداك الشيء هز الوراق ديالو رجع لبرا ما هضرش معايا. ما تواجهتوش؟ لا رجع لبرا دوز واحد الشهر ولا ثلاثه عاوتاني ورجع لي المغرب. ملي رجع لي المغرب جا عندي قال لي وجيب لي معاه الناس. انا سمحي لي وانا ما عارفاش كاين انا ما عارفش داير. عارفش جيب لي الناس وكيرغبوا فيا وهادي وقعت في واحد زعما واحد صدمه كبيره. ماشي سهله. ماشي سهله. ماشي راه مرت فيها كاع معلوم. حتى ولادي ما بقاش عندي الخاطر نعطيهم ليه. والد هو تما ماشي غير والد خمسه. والد خمسه مع المراه. انت المراه الثانيه؟ انا المراه الثانيه. انت ملي كنتي كتعرفيه يلاه بديتو كتكتشفوا بعضياتكم ما خرجش معاه ما كان حتى شي واخا ما تخرجيش معاه ولا ولكن لا. قبل ما نسنيو على واحد الكاغيط زعما كاينه شي مؤشرات كتبان انه هذا الراجل عنده شي حاجه ولا هذه المراه عندها شي حاجه. انا جابوا لي عين الناس بحال دابا عائله كيقول لك هذا الانسان الله يعمر هذا بنت الناس وهذه وهذه راه باغا تجوج باغا دير
زعما قبر الحياه انا ما كنتش عارفه. نعم واخا مازال نرجع خديجه وبالضبط هذا الكلام اللي قلتي واللي قالت ميمونه وفتيحه هو اللي غنسول عليه الكوتش، لانه كاين واحد اللبس عندنا على شنو هو الزواج. تنجوجو بلا مواصفات بما عندناش شروط ديال هذا الزواج، زواج تقليدي اما تلاقاونا الناس اما كنت نقلب عليه كيقلب عليا، ما عندناش ما عارفينش شنو بغينا من الزواج. نقدروا بعجاله زعما نعرفوا شنو هو الزواج في ظل التحولات اللي تنعيشوها في المجتمع المغربي. انا كيظهر لي بان حتى شي واحد في هاد الناس ما عارفش شنو معنى الزواج، ولا 95% من المغاربه ما عارفينوش اصلا. ولولا انهم عارفين كلمه زواج كون كانوا هاد المحاكم ما عمرينش بدا بمشاكل ديال الطلاق والمشاكل اللي كاينه دابا عامه. نعطيو تعريف بسيط من كتاب الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. الى حللتي الايه بالتحليل غادي تلقى بان الزواج اصلا ماشي باش ندير الاولاد. الا سولت اي واحد وقلت له انت علاش باغي تزوج يقول لي وسنه الحياه، غندير الاولاد باش ندير الدار باش نتستر، لان والديا بغاو باغيين يزوجوني وانا صغير. ولكن الحقيقه ماشي هكا، الحقيقه انك خصك تزوج لانك باغي تجيب واحد شريك الحياه اللي يعيش معاك بالالفه بالسكينه، يبغيك وتبغيه، تفهموا انت وياه على بزاف ديال الحوايج. هذا هو الزواج الحقيقي، ماشي باش ندير الاولاد. الا تزوجتي باش دير الاولاد غتولد الاولاد ولكن يكونوا مشاكل. الا تزوجتي من اجل المال غادي يكون المال ولكن يكونوا المشاكل. بينما الا تزوجتي لانك باغي تتفاهم مع واحد البارتنير ديالك يكون معاك غادي تعيش معاه بسعاده. المشكله دابا اللي كاينه هو ان اساسا هاد السيدات اللي جالسين كلهم قالوا كيتفقوا على كلمه واحده. السيده الاولى قالت، السيده الثانيه قالت انا هذاك الشيء اللي كاين، داك الشيء اللي لقيت. فوالا، شكون اللي قال لك هذا الشيء اللي لقيتي؟ فهذا معتقد، وراه حتى الناس كاملين عندهم هذه المشكله في الحياه كلها. المعتقدات هي اساس المشاكل اللي كاينه في الحياه. شنو هي المعتقدات؟ هو واحد الصوت داخلي كيكون في قلب الانسان. المثال البسيط هو انك مثلا فرضا هالشباب جالسين دابا باش نقول لهم انا حتى شي حاجه كتنفعهم، كيمشي يخدم او يمشي يستاجي، دفع السي في ديالو لواحد البلاصه، اول حاجه كتسولو كتقول له كتعتقد بانك غادي تقبل في هذه الشركه؟ كيقول لك لا. لا ما كنضنش. علاش ما كنضنش؟ لان الشركه كبيره، لان انا ما عنديش المؤهلات ديالها، لان لي زانفورماسيون ديالي ناقصين. لان هو حاكم على راسه، هذا حكمتي على راسك من الاول. شتي هذا المعتقد هو اللي غيخدم، ماشي طلبك اللي غيخدم. واخا تبين حدا الناس بانك انت كابابل والسي في ديالك زوين وعندك كل شيء اي تو تي بيان بريزونتي، ولكن الحقيقه الامر ان المعتقد الداخلي اللي عندك الداخل اللي كتامن به الداخل هو اللي كيخدم. نرجع للزواج نفس الشيء. قل سول اي دابا اي شاب او اي شابه، قل له واش كتعتقد على، وبصدق واش كتعتقد على البنات؟ شنو يقول لك؟ والبنات دابا كلهم خارجين كيطيروا وخاسرات وكيطيروا فيهم وفيهم. نفس الشيء بالنسبه للبنات، غتسول تقول له و رجال عينهم زايغه فيهم هاد ساره كيديروا كذابين. دونك هذا المعتقد هو اللي كيخدم معك. فإلا كنتي كظن بان الراجل ماشي صادق وكذاب وعينه زايغه، كن متاكد بان النهار اللي غتزوج غتلقى راجل بداك الشكيله، هذاك الراجل اللي غادي يجيك. ولو انه ما يكونش باين في الاول ولكن بعد في العشره غيبان لك انه كذاب وما صادقش الى اخره. شكرا لك كوتش كريمه، مازال نكملوا نقاشنا في هذا الموضوع. توقفوا لحظات مشاهدينا مع فاصل اعلاني ونرجعوا نكملوا قصتنا. فتيحه نكمل معك القصه ديالك، مع واش منين لقيتي راسك باللي انت كاينه المراه الاولى، انت الثانيه دابا وكاينه المراه الاولى، شنو الاحساس زعما انت ديتي هذاك الراجل، انت اللي فزتي به في الاخر، انت اللي ربحتي بحال نايضه واحد الماتش ديال الكره وانت الفرقه الغالبه، ولا شنو طبيعه زعما الاحاسيس اللي تحس بهم المراه اللي كتاخذ اللي الراجل كياخذها وتيخلي الاخرى؟ نفسي ما ان الله شاهد وربي رشاد ودار الحق ونفضل الباطل. انا ما كنتش عارفه، قلت لي انت ما دابا تجمع لك الصايار وتجمع لك شي جوج ولاد راه واعر عليك. قال لك انت ماشي شغلك. انا انت بقات فيك غير من ناحيه الصاير. ايوا ماشي الصاير، يعني ردها من ناحيه الصاير باش ما تدعيش وتدخلوا للحبس ولا شي حاجه. لا ماشي هكاك، حتى الدراري الدراري دن دايس قليل الناس. انا غتنحس انا ولدت، هو ملي قلت ليه ها كاينو، كان تيقول لك انت ملي تهضري معاه تيقول لك انت ما عارفه ولا، قلت اسكتي ماشي شغلك، انت ماشي شغلك، انت هادي واش صافي تسكتي انت، هي واش يغمق عليك بديك الهضره وتسكتي واش غندير؟ صافي تنسكت. ولكن السكت ماشي حل. هو هي السكت ماشي حل، هو تنقول شي مره الصمت حكمه. اييه شي مواقف ولكن بحال هذا النوع في الزواج. شوف اتفقتي مع هذا الكلام اللي قالت الاستاذه كريمه،
كنتزوجوا حنا ما عارفينش علاش باغي نتزوجوا كاع هادشي وقع لك ولا ما وقعليش حيت انت ما سولتي ما سقسيتي وانت في اول حاجه قلتي في الاول كيتبعني ويراقبني هو كان تيراقبك وانت ما كتراقبيش لا على انت ماشي بنادم ماشي شي بنادم انا كتبقى صغيره داكشي وما عندي 18 عام ديك الساعه ما كنتش عارفه انا ما كنتش عارفه كاع بحس بالنقد ديال الزواج ما كنتش عارفه ديك الساعه غنخدم سبعة غنخدم هو شحال كان في عمره هو راه كان عنده ديك الساعه 40 مع 44 كبير عليك بزاف هكذاك ايوا مين واحد عنده 40 عام انت ما وقال لك انا عمري ما تزوجت لا قال عمري ما تزوجت 40 عام علاش ما عمره ما تزوج ربي راه شاهد عليا قال لك مع هادي وما كاينش معاه من وهادي وهادي صافي هذيك قلت هذا الراجل هو المعقول مسيت لك انا هو ناوي معك المعقول صافي قلت انا صافي ناوي المعقول كنسولك هذه الهضره فاتحه حيت بزاف ديال العيالات في المجتمع ديالنا حنا كيعجبها الحال وكتنشط وكتفرح ملي كتاخذ هي عارفه مجوج عارفه الراجل مجوج وكتحيدو ليها وتخليه هو هي ولادها وتضربهم تيكون ضد وهي تيكون عاجبها الحال تيكون ضد تيكون ضد شوف الزواج بالضد الضد تتبغي تقلعو على المرات وضد انا لا انا ماكش عارفه ربي شاهد عليا هو فضل الحق وفضل الباطل ماكش عارفه ديك كنت عارفه انا هنا خداوني الناس بزاف كانوا بغا ياخذيني الناس إيه كانوا عندك اختيارات في الحياه بزاف انا واحد جا بغا ياخذني هذا بالضبط انا واحد جا بغا ياخذني وقف لي هو ضد قال لي الا خديتي نروح طيب هو هو ومالو هو شغله ما قال لي لا انا قال لي اللي بغيت ناخذها انا قال لي كنت نتبعها وحط عليها العين داكشي حط عليها العين هو كان متبعك وانت غادا جايه هو متبع المسيره ديالك ايوا في الاخر تنقلت انا هذا الراجل بغى المعقول وانت ما خفتيش من الراجل اللي كذب عليك هذه الكذبه ديال العمر هذه راه ماشي كذبه سهله هذه راه ماشي ماشي تعطلت في القهوه وقلتي ليه فين وقال لك راه حكاك راه كذبه ديال العمر مصيريه الكذبه الرجال ما هادو راه هادو هادو هما الرجال اختي هادو هما الرجال كذابين هادو هما الرجال الا بغاو شي حاجه تي ما شنو تي يحلفوا تي يهضروا تي بزاف هادشي هو اللي كنتي كتعرفي انت على الرجال ونهار تزوجتي لقيتي راجل كذاب الله يرحمه دابا ياك دابا نجبدوه مسكين الله يرحمه نفس الشيء اللي قالته الاستاذه دابا داكشي اللي خفتي منه تحتي فيه تحتي فيه انت كتقولي الرجال كذابين نهار تزوجتي جاب لك الله كذب عليك من الدقه الاولى صافي من بعد توفى الله يرحمه ايوا والعلاقه بيناتكم كيفاش هي؟ لا الاختي هي بعيده دابا ما تنشوفها بدات تشوفني نهائيا وولادكم؟ راه خوت ولادكم ولادنا راه خوت ولكن هي ولاد بوحدو انا ولادي بوحدو ما كيتلاقاو ما والو تلاقيتو نهار مات الراجل كاملين صافي تلاقينا صافي الله يعاون الله يعاون كلكم راكم صافي عندكم شي ورث بيناتكم لا انا لبس حق الله هي لا ما لبساتوش انا لبس حق الله وهي ما لبساتوش علاش؟ ما بغاش جاتك معيش معايا ما لبسوش شكرا لك فتيحة على التجربة اللي عاودتي لنا نكمل معك ميمونة 11 ولد عاودي لي على من بعد الحياه كيفاش استمرات وشنو هي المشاكل اللي وقعت بيناتكم لان هي ما تخليكمش ترتاحوا واخا عندي المشكل هما بعادين عليا ما كيجيو عندي ما كيمشي عندك كيفاش صدق لك الزواج المهم انا رتحت خسر لك داكشي اللي في كرشك شنو علاش لا من عند الله وصل زعما ما كانوا شي غدايل كانوا شي ما كاين والو لا كاين حتى حاجه وشنو تتقول لك الطبيب علاش ما ولدتيش معاه ايوا ملي يخسر لي ديك عملت كورتاج صافي ما جابش الله ماشي شي ما كاينش شي مرض ولا شي حاجه تشرب عليها الدواء ولا شي حاجه كاين حتى حاجه من عند الله وصل حيت الا كانوا المشاكل وكان الهم وكان وكانت المراه داخله بيناتكم راه توقف لك الحياه كلها توقف الولاده توقف الحب توقف كل شيء المشاكل اللي عنده مع ولاده هو ومع مراته وانا ما عندي معاه حتى شي حاجه ما عندي ما دخلش في ولكن هو ما كيجيكش من دارو مشارجي ولا تلاقاو معاه ولادو ويجي عندك انتيا لا كيمشي عندهم يعطيهم المصروف يمشي عندهم واخا تلقى كيمشي للدار لا عندهم شي مشاكل المهم قابل شغله انا ما داخلاش في انت بعيده داك السوق بعيده من داك السوق ولا هو اللي ما مدخلكش لذاك السوق لا حتى انا ما شايد اش غندير عندهم نمشي باش يفلقوني بقيت بعيده عليهم انا اذا لا مشيتي عندهم غتاكلي العصا لا لا مشيت عندهم بالضروره هكذاك ها المشكل ها مشكل نهار اللي ماتت ما مشيتش نعزي نهار ماتت علاش؟ خاطر من ولادو اولادو يعني يكون ولدتي يكون ما عرفتيش يديروا لك لا جاب الله ما ولدتيش انني الله ها انني الله حيت شوف ربي الحكمه ديالو دابا انت الا مشيتي الا مشي عند دابا انت مرت باهم وانت ما ديتيش ما حيتيش ليها راه مطلق مع امهم سنوات وما فاهمينش وعاد خداك انت زعما ما درتي لهم حتى شي حاجه ولكن دائما غيبقاو يحسوا باللي انت خديتي لهم باهم حيت هما كانوا طامعين فيك كانوا طامعين في باهم يرجع لهم يدور تاعي
لا ديك المرض المراه وهذا ملي كيتزوج كي زعما عندهم الحق با كتكون امهم ميته في الاول كتجي المراه كي يضدوها واخا ميته اه جات موت عند امهم عندهم الحق عندهم الحق ولكن انت عارفه هذا الشيء عارفه وعلاش دخلتي على هذه المعمعه هكذايا ما دخلت على شي معمعه انا شفت راسي قد براسي ما عاديوني ما نعادي جاب لها التقار بصافي ما تمشي عندهم ما يمشيو عندك ما نمشي عندهم ما تجبدي حس ولاد وما تجبدي لي حس مراته حتى حاجه لا شاريه دماغك اه بغاو يجيو عندي مرحبا بهم ولا جاو عندك ما تينوش المشاكل لا كيجيو مخبعه من يماهم كيجيو عندي كيجيو البنات لا ذكوره ذكوره البنات لا وباقي معك بالحياه باقي حياته هي هذه وهي توفات الله يرحمها دابا ملي ماتت عاد ناض المشكل ديالاش مع باهم نيتها ولادهم مع باهم علاش ايوا بغاو الورث الورث هذاك الشيء ديال باهم ماشي ديال امهم هو اللي زعما الدار الدار سميت امهم لا ديال سميت باهم وشنو بغاو هما بغاو حقهم حقهم فاش اه عطاني عطانا حقنا ديال امانا حيت ملي طلقها خلاها تما ما خرجتش فجابوا ما نعرف شنو ناويين هما نعم شكرا لك ميمونة على التجربة اللي عاودتينا ونكمل معك خديجة تصدمتي ومرضتي وحزنتي وأكيد زعما علم الله كي غتكون النفسية ديالك لأن هو الغدر هذا حسيتي بالغدر وحدي داك الجنوي ديال الغدر طبيعي الحال أش درتي ما تواجهتوش جاب لك الناس إيوا جاب لي الناس هضر معايا قنعوني صافي على حساب ولادي ما قدتش ندير له حتى شي حاجة صبرت على حساب الاولاد انت شنو كنتي باغي تطلقي ولا شنو كنتي باغي دير حاليا دابا كنطلب طلاق دابا انا دايره محاميه باش كناخذ الطلاق ديالي باغا الحقوق ديال ولادي وباغا حقوق ديالي انت شنو باش ولادي علاش دابا راه 90 هادي ما كيهضر مع ولادو ما كيهضر معايا ما كيهضر مع ولادو ما كيصيفط لولادو واخا ولكن بدا نعرفوا السبب علاش هاد الراجل خبى عليك هادشي ما عرفتش انا علاش سمح في هذيك المراه وفي ذوك الاولاد وجا خداك انت هي في المغرب دار وحده لهي ودار وحده ما عرفتش انا علاش ولو كان انا كنت عارفه بلي مجوج راه متجوج به لا ولكن ما عرفتيش علاش مجوج ولكن ملي اكتشفتي الحقيقه خصني نعرف هذا الراجل نقول لي علاش ولد الناس كذبتي عليا اه ولكن قال لي انا كنت باغي نتزوج انا مقتنع باغي نتزوج باغي المره الثانيه اي من حقه غير يقولها ليها ولكن انا ما قاليش هذه بحال اللي بحال الغدر والمره الاولى كانت عارفه كنت لا حتى هي ما عارفاش اي لا على جوج جهات هو حاليا دابا باقا معاه اذا صدم هنا وصدم لهيه مراته مغربيه ولا فرنساويه؟ لا مغربيه مغربيه ايوا ومنين ساقت الخبر جات عند اختي قالت لها اختي عايشه برا جات لعند اختي قالت لها اختك خصها تطلق من الراجل من راجلي زعما داتو هادي وهادي جات اختي قالت لها حتى حنا ما كناش عارفين هادشي ما كناش عارفين تاختي راه تصدمت حيت انا عاودت لاختي اختي حتى هي راه تصدمت وما عرفتش كيفاش كذب عليك انت وكذب على اختي دابا الحل هو اللي دار هذا الشيء اللي دار ماشي اختي اللي دارت هذا وانا باقا لدابا حاليا قاطعه وشنو الحل دار هو؟ ما دار هو دابا راه في موقف دابا راه في واحد الموقف هو هاك ما بين هاك ما بين هاك دابا هو حاير كيقول لك انا ما نطلقش وانا باغا الطلاق اه ما يطلقك لا انت لا هي علاش؟ ما بغاش هو الانانية كلها في شد هادي هو باغي هادي باغي هادي وحده في المغرب وحده في فرنسا ولكن انا دايره طلاق شقيق انا الراجل عايشه معاه وما عارفه شنو دايره اش غندير به يعني يقدر انا ما نقدرش نخبي على شي حاجه على راجلي انا غدا معاه بالمعقول يمكن يكون قالها لك انت غتبغي تفارقي معاه لو كان من الاول من الاول قبل ما تجوجوا هي زعما خاف الا يفقدك شحال من راجل تيخبي شحال من حاجه باش ما يفقدش المراه هادشي في الثمانينات هادشي في الثمانينات كنهضروا عليه يعني ما عرفتش انا براسي ما عرفتش شنو علاش السبب اللي دار هادشي والسبب زعما حيت هذيك المراه في فرنسا ووحده في المغرب بغا يدير جوج تيجي ثلاث شهور هنا تيجي هي ما كتدخلش المغرب وانا هو كرشو كبيره ما يدير جوج مع راساتو غير يقول من حقه الشرع عطاه ربعه غير يقد بهم داكشي غير يقولها راه القانون تيقول لك غير علم المراه الاولى وعلم المراه الثانيه ولا اتفقوا مرحبا وقد بهم هادشي اللي بغيت نقولها انتوما كنقاد بكم بجوج انت ما كان خاصك والو لا ما كان خاصني والو في مات اللي كنت عايشه معاه وكنت عايشه معاه مزيان منين تفرقت انا وياه دابا بهادشي ديال الطلاق لان طالبه الطلاق ما بغيتش نعيش معاه صافي قطع عليا كلشي دابا 9 سنين هادي ما كيصيفطوا للحرب دابا اه دابا الحرب نايضه ماشي عاد غتنوض دابا الكير دابا مين دايره محاميه انا ودايره الطلاق ودايره النفقه ديال ولادي ودايره على حسب الديوانه منين ندخل غيتقبض فهمتي النفقه ديالي ودير ولادي النفقه تتقيد عليه دابا راه شحال هادي ما دخلش هو المغرب 9 سنين
تسع سنين ما دخلش. تسع سنين ما كيسول على ولادو لا في التليفون وما كيعرفهم حتى شي حاجه. واش من ربح ربحتي دابا في هذا الشيء؟ ما ربحت والو. اش من ربح؟ انا حياتي يعني واش ما تتشوفيش بلي كان ممكن زعما تدبري المشكل بشي طريقه اكثر من هكا؟ ما عنديش الحل. ما عنديش الحل زعما كان ممكن تستوعبي الموقف اكثر لانه دابا رد الفعل ديالو هو قاصح. تسع سنين ما عنديش الولاد اللي كيديو الثمن. ما عنديش الحل ملي كذب عليك بهذا الشيء ديال الزواج يقدر يكذب عليك بحاجه اخرى. لا ولكن الا عرفتي السبب الحقيقي باش خبى الموضوع الزواج يمكن تعذري الله وعلم. حنا حتى انت ديما تيقول لك التمس لاخاك مع شحال من عذر. لكن كون قالها لي في الاول نقدر. ولكن هو ما قالهاش. اي ولكن دابا النتيجه اللي وصلتي لها راه هي خايبه. ايوا حيت ما ربحتي حتى حاجه. ما ربحتش حتى حاجه. ربحت الحمد لله وليداتي. ولكن ولادك راه خسروا باهم راه تسع سنين. ولكن ماشي هما اللي خسروا. دابا انا ما قلتش ما تهضرش مع ولادك. أو لا ما تجيش عند ولادك أو لا حرمته من ولاده. لا أنا بالعكس لو كان كيقب التليفون ويسول فيهم ويهضر معاهم ويعطيهم الحنان. ما يقدرش يواجهك. وراه يواجعي ولاده. ما عندوش الشعور بالذنب هو راه عارف راسو. يواجعي ولاده. ولاده غادي كيكبروا. بعدين غادي كيكبروا. ما يقدرش. فهمتيني داك البنت والولد عاد نديرهم على من. شحال من عام هو مخبي عليك هذيك الحقيقة؟ تقريبا شي خمس سنين. خمس سنين راه ماشي سهلة. ماشي سهلة. عرفتي شنو يا راجل 50 و تيخبي الوراق والباسبور وتصاور وعندك دير جريمه كيحس بها اكثر ما مرتاحش اكثر من جريمه عندي انا ونهار حصل قطع داكشي اللي كان خايف منه راه هو اللي طاح فيه. انت ما عذرتيش. هو ما علاش المره الاولى سمحت ليه وحضناته وخلاته مع ولادها؟ علاش؟ ما نعرف. علاش بقى معاه هي وفرض فيك انت؟ ما عرفتش. علاش ما شديتيش انت حتى المره الاخرى؟ لا حتى المره الاخرى ما بقاش معاه. تي رفضاتو. هو خوا خوا داك البلاصه اللي فيها المره الاولى هكذاك حيت اختي هي اللي كتجيب لي معلومات. يعني هو ضحى بالولد. شحال انتم هاد الاولاد عندكم هنا؟ انا عندي مع جوج. جوج وخمسه لهي. وانت مراه هنا ومراه شوف خمسه سته سبعه ثمانيه تسعود الناس ضحى بهم كاملين. هي طالبه الطلاق لهي وانا طالبه الطلاق هنا. شوف الكدو فين تيوصل. هو ما بقاش في داك البلاصه فين عايش دابا. فرنسا خواها. فين ولا الله اعلم. مشكلة. دابا هادشي اللي بقى فيا انا بقاو فين بقاش فيا راس بقاو فيا الولاد. دابا كطلقي راسك براسك لان ما عندكش كدير. ما بقاش عندك معام تتهضر. انا خدامه كنضرب تنضرب تمار على ولاد. والله ما احسن. لا خاطرك لان ما عندكش معام دابا. فين هو هذا الراجل معنا سيسي؟ كنضرب ناقشي معنا تفاوضي معنا. كنضرب تماره والله ما نضربو على بنتي وولدي. راجل بلا راجل. ولكن الا كان هذا الراجل تيشوفك. شنو الميساج اللي تبغي تصيفط لي على وجه ولادك؟ على وجه ولادي كنطلب انا ولادو ما يفرطش فيهم. ما يفرطش فيهم، يعني لا فرط فيك انت الطلاق ما كاين مشكل. انا ما عنديش مشكل. ولكن ولادو يتهلا فيهم ويجي عندهم ويشوفهم ويهضر معاهم وتحاسب عليهم غدا قدام الله دوك الولاد، لا هادو اللي هنا لا هادوك اللي لهيك. داكشي اللي كاين. نتمنى فتيح خديجه يكون راجلك تيسمعك ويكون هذا الميساج دار جناح من هنا من المغرب ومشى لفرنسا في المدينه اللي هو فيها ولا حتى الناس اللي كيعرفوا لانه الضحيه في هادشي كامل هما دوك الخمسه ديال الولاد اللي هي وهذا ما عندهم ما داروا حتى شي حاجه. انتم تزوجتوا وكذبتوا على بعضياتكم وحصلتوا بعضياتكم شغلكم هذاك ولكن دوك الولاد ما يتحرموش من باهم. وكاين بزاف تاع الطرق الا كان شي مشكل. لا لو كان انا كذبت درت شي حاجه وكذبت ما غيعقلش. دابا شوفي ما ترجعيش اللور خديجه ما ترجعيش اللور لحقاش هذا الشيء وقع اللي عطى الله عطاه. دابا خصنا غير دابا حنا كيفاش نعتقوا هذا الشيء اللي كاين. هذاك الشيء اللي كاين لان الا بقيتي تبكي على اللي فات على الاطلال غتبقي ديما تبكي غتولي حالتك حاله وتجيبي شي سكر وشي مرض شي فين ما كان شي مرضى وشي هم وشي غير ما تسلطي على راسك. هذاك الشيء اللي كاين اللي عطى الله عطاه. هذا الراجل هذا الشيء اللي وقع كان خصو ما يوقعش ولكن وقع. دابا كيفاش تعالجي المشكل على وجه هذوك الوليدات؟ كنطلب الله ياخذ الحق. الله يهديه حتى هو والله كنطلب الله ياخذ الحق والله يهديه الوليدات اي ويرد به لا انا لا مني انا المره الثانيه ولا من المره الاولى. نعم حتى هي كنطلب لها حقها. حتى هي ضحيه وانا ضحيه وديك الوليدات يهضر مع ولاده ويحسب ولاده ويهز ولاده وكنطلب الله سبحانه وتعالى هذا مكان هذا مكان الله يسمح لنا ويوفر لنا يدبرها من عنده. تدبيرها حكيم كيقول لها راه تيبيتها فشان وكيصبحها فشان وما عرفناش حنا هاد الدوزه ديالك اليوم في قصه الناس ممكن تفيقوا ممكن تحنن قلبه. الا كان كيشوف الطلاق ماشي مشكله بغى يطلق شغلو هذاك ولكن كاينين الوليدات اللي الوليدات هما اللي كيبقاو. هذا مكان. شكرا لك خديجه بزاف على هاد الجيبه. كوتش كريمه اذا سمعنا معاناه ديال هاد المراه اللي تتكون ما عارفاش باللي راجلها راه عنده حياته وعنده الاسره ديالو وعنده وما فاهمش مع ديك السيده وتيخبي بحال التجربه ديال. انا بغيت نخرج شويه من الموضوع ولكن غنسولك على تدبير هالنوع ديال المشاكل بحال هكذا لانه مثلا خديجه كون دبرات المشكل في الاول ما كناش نوصلوا لتسع سنين ديال الجافة
الخلفاء ولاد ما عارفينش باهم فين كاين وهذه القطيعه، كيفاش ممكن تدبير المشاكل الزوجيه لما كتوقع؟ اولا انا عندي تعليق على واحد الكلمه قالتها، قالت الضحيه. ما يلعب حتى واحد الدور الضحيه، الانسان كيتحمل مسؤوليته في القرار اللي كياخذه. دونك اوتوماتيكمون لو وقعت لي شي حاجه، انت قررتي انك تزوج ياك، دونك اي حاجه توقع لك من بعد غتقرر بانك انت غتحلها، ما تقولش انا ضحيه. هذه مشكله كتوقع دائما في الحياه الزوجيه بغض النظر واش وقعوا مشاكل من بعد وطلقوا الى اخره. انا غادي نقول واحد الحاجه مهمه، هو ان ملي كتبدا الحياه الزوجيه من الاول عندنا واحد التفكير مسبق على انني اي حاجه غادي نديرها في داك الحياه الزوجيه مقابل شريك حياتي هي دين عليه، دين عليه. يعني مثلا غادي يجي واحد النهار انفو ما يديرليش الحاجه اللي انا باغي غنحاسبو بها، نقول له وعقلتي النهار اللي انا كنت كنخدم من اجلكم من اجل ولادك وكنوقف في الكوزينه وكندير وكنعمل وكنترك. نفس الشيء هو تيقول نفس الحاجه، انا كنخدم من اجلكم ثم ما تستاهلوش ما تعملوش. هاد المشكله ديال ان الانسان دائما كيبغي يرد الحياه الزوجيه ديالو جحيم بسبب الحسابات اللي كتوقع، انا كندير من اجلك وانت كدير، لا حنا كندير وحنا شركاء، كنديرو باش نسعدك وكدير باش تسعدني، ماشي كندير باش نحاسبك وكدير باش تحاسبني. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، انت خديجه ما كانش عليك توصل لهذا المواصل، لان اساسا لاحظ بان راجلك راه احترم علاقتكم بدليل انه ما كانش باغي يوريك انه كان مزوج باش ما يجرحكش. علاش ما خديتيهاش بهذا المنطلق؟ علاش خديتيها فقط بانه خبى عليك؟ علاش دائما كنمشيو لوكوتي نيجاتيف؟ بالعكس كان عليك تقول بان هذا الراجل وخاصبتي انه مزوج، ولكن هذا السيد هذا راه ما بغاش يجرحني، راه ما بغاش يقول لي، راه عنده امراه اولى، دونك انت المراه الثانيه. اذا بالنسبه له انتينا مادام اختارك معناتها شاف فيك شي حوايج اللي هو فاقدهم في المراه الاولى. على هذا الاساس لو لقيتي انه تزوج مزوج عليك، علاش طلع لك الزعف؟ علاش قلقتي؟ انا عندنا واحد المشكل ديال طفل الايغو. شنو هو طفل الايغو؟ طفل الايغو هو الشخص اللي كيبغي يتملك واحد الحاجه بوحده، ما كيبارطاجيها مع حتى واحد. يعني من الصغر كتعلم الام الولد انه كيكون غادي في المول شاف واحد الحاجه كنوض كيبكي عليها كتقول له شراها وعطاتها له. المره الثانيه غيغوت واحد شويه ما بغاتش، كيعلي الغوته شي شويه كتعطيها له باش ما يبهدلهاش. المره الثالثه كيولي كيضرب بيدو ورجلو في الارض فكتعطيه ما هو اكبر. هاد الطفل ايغو راه كيتربى راه كيولي حتى هو شاب كبير، واي حاجه باغي يتملكها ما عمرو يبارطاجيها مع الناس. انا كنظن خديجه شي المشكله ديالنا راه الراجل ماشي عيب يتزوج مراه وجوج وثلاثه، هذه راه في الدين ديالنا بعدا، غير هو خصو تكون عنده المواصفات الجسديه والمعنويه. ما يكذبش على الاولى ويكذب على الثانيه، لانه حتى قانونيا كلش راه كاينه الزوجه تعرف. صحيح. المراه الاولى والثانيه والثالثه، ولكن اكونديسيون ان يقول السيده الاولى انا ماشي نتزوج، ماشي مشكل، انا كنقول لك انت كيفاش تواجه المشكل. ما كانش عليك تنهي الحياه ديالك بهذه البساطه، لانك نهيتي الحياه ديالك مقابل سنوات عشتيها ممتازه، وانت قلتيها بفم قلتي ان هذا الراجل عمره ما خصصني بشي حاجه. فإلا خطأ مره خطأ مثلا انت اعتبرتيه غاف وضخمتي المساله واعتبرتيها نهايه الدنيا، بالعكس كان بامكانك تحتوي الوضع وتجمعها وتبقاي مستقره وتفهم ذاك الراجل وتجلس انت وياه وتقول له علاش خباتي عليا؟ يقدر يكون هو عنده شرح مختلف على ذاك الشيء اللي انت تصورتي، يقدر ما كانش غدار، يمكن يكون عنده شي اسباب اخرى يقولها لك. ما تنساش ان في فرنسا هو عايش في فرنسا، دونك غتكون اكيد عنده الجنسيه الفرنسيه، تما ما كيأوتوريزيولهمش انهم يديو جوج العيالات، دونك يمكن عنده اسباب مختلفه. انا كنت كنظن انك تحتوي الوضع احسن لك ولوليداتك. نعم، شكرا لك كوتش. ما بقاش عندنا الوقت، غندوزو مشاهدينا باش نستقبلوا محسن اللي حتى هو كيعيش نفس التجربه، سمح في الاولى وزوج الثانيه، نعرفوا الاسباب بعد الفاصل. سي محسن مرحبا بك. بارك سي محسن، عاودي على القصه ديالك، انت طلقتي وحده. نعم. سمحتي في وحده وجوجتي في وحده اخرى. ماشي سمحتش فيها، ما تفاهمتش معها. ما تفاهمتوش. نعم. اذا نحيدو ما سمحتيش فيها. نعم. ما تفاهمتوش. وجوجتي وحده اخرى. علاش ما تفاهمتوش وعلاش قلبتي على وحده اخرى؟ ماشي قلبتش عليها. كنت ديما علاقه في تليفون. علاقه في تليفون؟ نعم. كنتي مجوج ديك الساعه؟ نعم. مجوج وعندك علاقه مع وحده اخرى في التليفون. نعم. ولكن انا ماشي تجوجت بها اساسا كنبغيها. عرضت لوالديه باش نخسر لهم خاطرهم. جوجك والديك؟ نعم. ايه. زعما جوجك والديك جابوا لك شي بنت الناس غتولف انت وياها ومع العشره ومع المده. ما تفاهمناش. غتربيو الولف والمحبه. لا. ما تفاهمناش. ما تفاهمتوش، علاش ما تفاهمتوش؟ مختلفين بزاف. مثلا. بزاف الحوايج مختلفين فيهم. لا ولكن كان النهار الاول ما بغاو يجوجوك والديك تقول لهم امي وبا انا نجوج. ما تقدرش تقول لهم ديك الساعه. جيبوا لي شي وحده اللي نتفاهم معاها. حيت ما حد قال لي الهضره يعني صافي جاتني عاديه، قلت لهم صافي موافق. من خديش هضرت مع واحد من ولاد العام ما تفاهمتش معاه. مالها؟ طلقتها.
تتغوت تتنقر كتضارب. ما متفاهمينش انا وياه يعني ما لقاش لي ولا عكس لي صافي طلقنا. و لا بلاتي قلتي لي قبيله كنت عندك علاقه في التليفون التليفون وانت مجوج. نعم. واش حيت هذيك المراه كاينه في الدار ما فاهميش بدينا تنقلبوا على شي وحده اخرى؟ لا ديك الساعه نيت في التليفون هذيك اللي باش ما تلاقيش معها على سيم ولا التليفون تلاقيش إيه؟ مع مره تخطب في ديريكت. لا بلاتي التليفون كيفاش طحتي في هذه السيده بالتليفون؟ يعني صوتها في التليفون تلاقينا. شنو غلطتي في شي نمره ولا شنو؟ آه. غلطتي في النمره ايوا. تعرفش عليها؟ عاود لي كيفاش ممكن يتزوج بنادم في التليفون؟ تعرفت عليها قلت لي تجي عندي رساله قلت لها ما كتساكنين هنايا. لا بلاتي الو السلام عليكم واش انت فلانه؟ لا المراه غلط صافي نجي عندك رساله. لا 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 اشنو؟ ياسين دورت لي كاين شي دورت لي قلت لي انا كنسول لواحد بنت خشي قلت لها تقلب على بنت خشي ماشي واحد شي واحد اخر. صافي بدات العلاقه بيناتنا بحال ما هي عجبها الحال من هذه الهضره انت عجبتك هذه الهضره بقيتوا كتعايطوا. نعم. كتفوجوا على بعضياتكم. والمراه كاينه في الدار. نعم. جاب لك الله مع متفاهم. مزيان اي باش ما شي مده عام في التليفون. عام في التليفون عمرات لك الفراغ اللي كتعيشوا هذه اللي بالتليفون وحده شحال فيها مترو ما عرفت 60 وفيها ما عرفت 70 كيلو واخا ما شفتهاش. نعم. ما عمراتش البلاصه ما وحده في التليفون ما عمرات البلاصه ما كتفاهمش. وتفاهمتي في التليفون مع وحده عام. اش كتقاولوا في عام؟ علاقه بدش في التليفون. اش كتقول لي كاش زعما اللي تعمر لك قلبك واحساسك؟ التليفون تحبينا في التليفون كلشي. التليفون تحبيتو. ايوا صافي قلت لها تجي عندي رساله تشوفني قلت لها ماشي مشكل شي بغيت عندها رساله ولا نشوفها ما طلقش معاها رساله خدوز معاها واحد نص نهار صافي عجبني المظهر ديالها لقيتي داكشي اللي في التليفون هو اللي كاين؟ هو اللي كاين. مزيان صافي عجبتني. عجباتك اش درتي؟ درت واحد المده طلقت الاخرى. لا واش قلتي لها راني مجوج؟ لا ما قلتيش اش انا مجوج. علاش؟ ما يمكنش. كيفاش ما يمكنش؟ ما قدايش شي حاجه حرام راه مراتك هذيك راه بنت الناس انا مجوج الا بغيتيني نجوجك انت مرات ثانيه الا كنتي قاد بهم الله يسهل عليك. ما نقدرش نقول على ديك الساعه اختي تمشي في حالها. نعم. اها اش درتي؟ صافي طلق الاخرى واحد المده وخطبتي هذيك. طلقتي هذيك؟ نعم. وخطبتي الاخرى؟ نعم. وهذه ما عارفاش هاد التليفون ومولات التليفون ما عارفاش لي في الدار. انت الاخرى عرفاتي انا شتي كيفاش فاتيحه كيكون الامور؟ ها هو دابا تيشرح لنا راجلك راه بحالك حتى هو تعامل باش ما هذه اللي في فرنسا ما تصيق هذه اللي في المغرب واللي في المغرب ما تصيق في فرنسا وهما كيبقاو يتخابلوا ما بين جوج راه هو تيعطيك دابا ياك لاكوش نعم. تيعطينا هو كيفاش دبر المشكله ديالو. ايوا خدك بنت سلا دابا الحمد لله عايش معاها بخير عندي معاها وليا 19 شهر. بالسلامه ما عرفكش راه كنتي مجوج لدابا؟ لا عرفاتني دابا ماكش مجوج. عرفات حيت الا ما كانش راه دابا تفرشتي. لا لا عرفات دابا كاينش المشكل تحت ياكوش ونهار عرفات بلي كنتي مجوج ومطلق ما قالت والو؟ سولاتني بحال ما كانت اسئلات. اها واش كنت باش نتفاهم معاك لا ماكش معايا يعني ما وعلاش خبيتي عليها؟ فاول خبيت عليها ومن بعد قلتي ليها. حتى درتي الكاغيط وعرفتيها شديتيها حتى حكمتيها تمسكن تتمكن صافي ياك منين حكمتيها عاد قلتي راه بنت الناس انا كنت كذا وكذا. نعم. هي ما عندها مشكل. ما عندهاش مشكل. ما عندهاش مشكل. نعم. شكرا لك ابو حسين على التجربه اللي عاودتي لنا ما عرفتش الى اي حد زعما ورانا ابو حسين زعما التدبير ديال جوج ديال العيالات وكيفاش غيخبي بحال جاوب بزاف على شنو رايك كوتش جاوب بزاف على خديجه. هو في الحق هو عنده واحد لافونتاج عجبني فيه انه كلير مع راسه ولكن علاش ما قاليهمش الا كان كلير؟ لا باش نفهمك شنو معنات كلير. كاين واحد الكتاب مشهور ديال انتوني روبينز ما عرفتش واش سمعتوا به ولا لا كيحكي فيه على ان الانسان اللي ما كياخذش قرارات سليمه في الحياه ديالو عمره ما يعيش حياه سليمه. المعنى ان بزاف ديال الناس كيخدموا خدمتهم ما عجبهمش بعد ما قدرش يتخلصوا منها. بزاف ديال الناس مزوجين الناس ما كيحملوش في الدار وما قدش يتخلص منه. هو تيقول لك الا خدمتك ما عجبكش بدلها الا شريك حياتك ما عجبكش بدلو وخذا واحد القرار ولكن انه يبدل شريكة حياته لانها ما كانتش عاجبه. لو بروبليم سي كو انا هو في اللحظه اللي انه ما كانش متفاهم مع شريكة حياته داكوغ شنو كان كيدير؟ كان كيتصور صوره للشخصيه اللي كان مفترض انه يعيش معها. فشنو وقع؟ جذب داك الشخصيه بالتليفون ولا بالنقيه ولا صدفه كي كتسميوها انتم. المهم انه جذبها صدفه في التليفون كيف قال هو هي ماشي صدفه هذاك راه قانون جذب خدم معك انت كنتي داير واحد الصوره السيده بويسكو هذه انا ما تفاهمتش معها دونك كاين واحد الشخصيه اخرى اللي كانت خايله في خيالي اللي هي مفترض انها تعيش معي فانا جذبتها بالهاتف داكوغ. دونك هو الخطا الوحيد اللي دار في هذا اولا ما كانش كان خصو يكون كلير من الاول لان ما كانش خصك تعرف على مراتك لو انك مثلا ديك السيده ما تفاهمتيش معها ولقيتي وحده اخرى دونك غادي تحد العلاقه انتهى هاد السيده غنهي معاها العلاقه وديك الساعه نقلب على خاطري
هضر مع هادي نتكلم معاها نتفاهم انا وياها نمشي انا وياها سي طون بروبليم، ولكن ما كانش عليك تعرف واحد اخر وتتكلم معاها طونكو عندك انت مزوج داكوغ. الوغ هاد 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 هي الطريقه باش تستعمل، هي الا شفتيها راها زوينه ولكن خطه فوالا خطه استراتيجيه صاب بها شنو باغي. وكان كلير مع راسو قال لك انا السيده ما نتفاهمش معاها، ماشي بحال شي ناس كيبداو يسوفوا ولا وكان وكذا وفيه شي حاجه زوينه كان ممكن يولدوا الاولاد وعادي الاولاد ومسام. لا هو كان كلير، هو مازال شاب، وهذه اللي كان اللي كان هذا لانه كيفكر بمنظور الشباب. وللاسف انا كنتمنى ان الشباب كاملين يكونوا كلير مع راسهم ملي كيبغيو يختاروا شي اختيار يختاروه نيشان بلا ما يقول اللي كيأثر عليا او المجتمع كيأثر عليا. وهذه رساله موجهه لكل شيء. نعم. وكنتمنى لكم الخير. نعم. كامل. شكرا بزاف كوتش كريمه حساني، شكرا لكم الحضور الكريم. سي محسن تنشكرك على التجربه اللي عاودتي لنا. خديجه شكرا لك، ميمونه شكرا لك، فتيحه شكرا لكم مشاهدينا اللي تابعتونا في هذه الحلقه. اسمح في مرات وعلى ودي، كان هذا هو موضوعنا اليوم في قصه الناس. تلاقاو نهار واحد اخر مع قصه واحده اخرى، حيت باقي في الناس بزاف اللي تعاود. بسلام عليكم.